اهلا بيكم اعزائي طلبه طلبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقتنا النهارده طبعا مخصصه لطلبه التعليم الصناعي تخصص نسيج، وبنتكلم عن ماده التخطيط. ماده التخطيط طبعا هي من المواد المهمه عندنا في مرحله الدبلوم، وفيها حاجه مهمه جدا ان هي بتحتوي على جزئين في منهجنا. طبعا جزء فيه كم نظري كبير جدا، وجزء فيه كم اسئله. فطبعا الامتحان لا يخلو من الجزئين، فبالتالي هنلاقي ان عندي كان في قسم كبير جدا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، كان خاص بالجزء النظري اللي هو الاداره، وازاي ان انا ادير المصنع بتاعي، عناصر الاداره، تصنيف المخطط الناسي او الهيكل نفسه اللي بيدير المصنع، سواء كان مصنع صغير او مصنع كبير. بعد كده طبعا كان عندنا جزء مهم جدا وهو المصنع نفسه، ازاي انا بروح اقول المكان ده انا هقيم فيه مصنع، هل اي مكان في حواليك اقدر اقيم مصنع ولا له شروط. طبعا احنا تعرضنا للشروط دي كلها وفهمناها وعرفنا ان الشروط دي مهمه جدا عشان اقدر ان انا اقيم مصنع. مثال ليها مثلا قرب المصنع من المناطق اللي فيها المواد الخام، او قرب المصنع من الموانئ، ده لو انا كمان بصدر او بستورد المواد الخام بتاعتي. فلازم لو انا بشتغل في الصناعه والصناعه دي بتحتاج لاستيراد مواد خام، فبالتالي يفضل يكون المصنع قرب الموانئ عشان اقدر ان انا ايه احصل على المواد الخام بتاعتي بدون زياده في التكلفه. مثال مثلا لو انا عندي مصنع مبني في صعيد مصر مثلا، لو في فكرت انا مثلا احطه في اسوان، ابعد مكان او ابعد محافظه لينا في وسط الجمهوريه، وعندي مثلا الشغل بتاعي هيجي على مينا، فاقرب مينا هنقول لاسوان هي نقول مثلا المواني اللي موجوده على البحر الاحمر. فاي مينا منهم هجيب منها الماده بتاعتي، الماده الخام بتاعتي، هلا في مسافه طويله جدا عشان اوصل للمكان بتاعي او المحافظه اللي فيها المصنع، فبالتالي ده هيعمل مشكله كبيره جدا ليا كصاحب مصنع. فيفضل لو انا عندي الماده الخام بتاعتي بتجيلي من بره، يفضل ان المصنع بتاعي يكون قريب من الموانئ، مش لازم يكون على المينا نفسه، لا بس في محيط المينا، ما يبعدش مثلا عنه 50 كيلو 60 كيلو، دي مسافه معقوله، لغايه 100 كيلو معاك برضو ما فيش اي مشكله. زي مثلا في المنطقه الصناعيه عندنا الموجوده في القاهره، موجوده في مدينه نصر، والموانئ اللي بتستعملها او بتستخدمها تلاقيها بتستخدم موانئ السخنه، ودي اقرب مينا للقاهره، فبالتالي هتلاقي حتى المنطقه الصناعيه موجوده على بداية طريق السخنة، فبالتالي ده بيقرب المسافات شوية، وبعدين كمان بيسهل عمليات النقل بتاعتي. فبالتالي هي دي فكرة إقامة المصانع. الحاجة التانية المهمة في إقامة المصانع إن يكون قريب من الناس كمان، العمالة بتاعتي، مش معقولة يكون المصنع بتاعي في مكان والعمالة بتاعتي في مكان تاني، محتاج مثلا يوصل ليا بعد 4 أو 5 ساعات. طول الوقت في المواصلات مع العامل بتاعي هيحسسه بالاجهاد الكبير، هيجي المصنع مش هيقدر يشتغل. فبالتالي حتى لو المصنع وفر وسيله نقل، لازم يكون العماله بتاعتي قريبه شويه من المصنع، على الاقل المشوار ما يزيدش عن ساعه، زاد عن كده هتبقى في مشكله معاك ومع العامل، فبالتالي برضو ده جزء مهم جدا. طبعا في بعض المصانع بتعمل اماكن لمبيت العماله بتاعتها، وده بنلاقيه في الشركات الخاصه بالبترول مثلا، اللي هو العامل فيها ممكن يطلع يقعد مثلا 15 او 20 يوم في مكان العمل ويرجع في اجازات، فبالتالي هو بياخد فتره اقامته اللي موجود فيها في مكان الانتاج فتره كامله. طبعا ليها نظام طبعا داخل المصانع او وحدات الانتاج اللي بالشكل ده، لكن ده نظام من ضمن الانظمه الموجوده عندي. اذا كان العامل في الحاله دي بقى العمال ممكن اجيبهم من مسافات بعيده، مثلا لو انا شغال عارف في البترول، هبص الاقي مثلا المكان بتاعي او المكان اللي بصنع فيه ممكن يكون في اماكن او في محافظات خارج المحافظه اللي فيها العامل بتاعي، فبالتالي هو يتنقل مره واحده للمصنع ويرجع مره واحده تاني، فبالتالي مش هيبقى في مشكله في عمليات نقله. دي برضو ده نظام من ضمن الانظمه الموجوده عندي في المصانع، بس مش كل المصانع بتعمل كده. فعشان اقيم مصنع لازم اخلي كل الحاجات دي حواليا، حتى لو انا مش هستعمل او مش هبني مصنع بيعتمد على الاستيراد في المادة الخام بتاعته، ممكن يكون بيعتمد على المواد الخام داخل البلد عندي، فبالتالي لازم أكون أنا بالمصنع بتاعي قريب من مصادر المواد الخام. مثلا أنا عشان بتكلم عن النسيج، هنقول إن أنا عايز أفتح مصنع نسيج، هل طبيعي إن أفتح مصنع نسيج في محافظة ما بتزرعش قطن؟ لا طبعا.
او حتى ما فيهاش المواد الخام الباقيه بتاعتي، المواد الطبيعيه طبعا احنا بنتكلم على الطبيعيه، اما الصناعيه فبالتالي انا ممكن افتح مصنع النسيج وجنبه المصنع اللي بيصنع الخيوط الصناعيه، لان الخيوط الصناعيه سهل انا بجيب بس ماده خام، بس برضو هدور ان يكون قريب من اماكن او مصادر المواد الخام اللي بصنع بيها الالياف الصناعيه. لكن خلينا نتكلم على الالياف النباتيه، انا عشان اعمل مصنع للنسيج لازم يكون قريب من المصادر اللي فيها الماده الخام بتاعتي. مثال لذلك هنلاحظ ان محافظه الغربيه هي اكتر المحافظات عندنا في صناعه القطن، فهتلاقي ان مصنع او مصانع الغزل والنسيج موجوده بكثره في المكان ده. هنلاقي في اسكندريه في مصانع غزل ونسيج، طب اسكندريه بتزرع قطن؟ لا، البحيره قبلها بتزرع قطن، المحافظات اللي حواليها كفر الشيخ ممكن تلقى فيها زراعه قطن، فبالتالي هتلاقي بالمنطقه دي دمياط لسه فيها او افتتح فيها كم كبير من المصانع النسيج او مؤسسات كبيره هناك، فبالتالي برضه فتح هناك ليه؟ لانه هو هيبقى عنده حاجتين في الحته دي. اول حاجه هو قريب من الماده الخام اللي بتتزرع حواليه في المحافظات اللي حواليه. تاني حاجه هو قريب من المينا عشان يقدر يصدر الشغل بتاعه بعد ما يصنعه. يعني شفت كده هو عمل كده حاجتين، فتح في دمياط مصانع نسيج عشان خاطر ان هي تبقى قريبه من المواد الخام المزروعه حواليها، وفي نفس الوقت تكون قريبه من المينا عشان يقدر يصدر شغله بسهوله. ده كل الكلام او معظم الكلام اللي اتكلمناه على المصنع وانشائه وكمان ادارته. الاداره طبعا فيها خدنا فيها شوط كبير جدا، لكن كان مهم عندنا ان اللي يكون فيه افهم تسلسل الاداره في المصنع الكبير وفي المصنع الصغير. طبعا ده هنبدا نسترجعه تاني ان شاء الله مع المراجعات، لكن خلونا نتكلم عن جزء مهم جدا وده اللي بيهمنا في ماده التخطيط وهي المسائل. هنبدا ندخل على الجزء الخاص بالمسائل، وهنتكلم النهارده عن الاطوال والعروض في قسم النسيج. بالنسبه للاطوال والعروض انا بيبقى عندي قماشه مفروض ان انا اصنعها على ماكينه النسيج. طيب انا عشان اصنع القماشه دي على ماكينه النسيج محتاج ابقى فاهم وعارف العرض بتاعها هيبقى ايه بعد ما تتصنع. خد بالك انت درست في الصفوف السابقه كنت بتتكلم عن حاجه اسمها التشريب مثلا. التشريب لو لاحظنا ان القماشه بتبقى ليها طول على المكنه، وبقى ليها طول بعد ما تخرج من المكنه، وبقى ليها طول كمان بعد ما تتجهز. يعني عندي كده كام طول؟ عندي ثلاث اطوال. خلي بالك من الثلاث اطوال عشان دول اللي هنشتغل عليهم برضو. طب العروض هتلاقي ما دام عندي ثلاث اطوال عندي كمان ثلاث عروض. العروض دي ايه الفرق بينها بين كل نوع والتاني؟ هي عمليات التشريب، عمليات ان القماشه بتبدا بعد ما تشال من على المكنه تبدا تريح. طب لما ريحت خدت حجم غير حجمها. طيب والطول برضو نفس الطريقة، هو بيحصل في الطول والعرض بدأت ان هي تجمع نفسها على بعضها، لان هي طبعا وهي موجودة على المكنة مشدودة عن طريق المتيت، مشدودة عن طريق مطاوي السدة والقماش، فالشد اللي قائم عليها ده بيخليها مفرودة على المكنة. طب شلتها مع المكنة بدأت تقل، وطبعا المسافة اللي بتقلها مش كبيرة بس قلت. يعني انا لو مثلا عايز اعمل وماشى عرض متر لازم تكون على المكنة متر وخمسة سنتي مثلا، عشان الخمسة سنتي دول هيروحوا في التشريب، او متر وثلاثة سنتي، متر واثنين سنتي حسب نسبة التشريب بتاعتي. طيب والسدة كمان لو انا عايز اعمل مية متر سدة او مية متر قماش فيما بعد يعني، فبالتالي لما اجي احضر سدة مش بحضر مية متر، لا لازم احسب نسبة التشريب واحط واضيف كمان النسبة بتاعتي من الخيوط اللي هتروح في التشريب اثناء عملية التشغيل. فال100 متر دول عشان يطلعوا 100 متر قماش ممكن احضر لهم 103 متر، 104 متر. طب ال4 متر دول هيروحوا فين بعد ما اخلص؟ هيروحوا في التشريب داخل القماشه. طب هل كل تركيب نسجي له نفس التشريب؟ لا، احنا درسنا في سنه تانية ان كل تركيب نسجي ممكن يعمل تشريب غير التاني، فبالتالي ما ينفعش. طبعا احنا درسنا حاجه السنه دي في المنسوجات بتتكلم على الموضوع ده، ما ينفعش نسيج نسبه تشريبه قليله احطه مع نسيج نسبه تشريبه عاليه، الاثنين مع بعض ما ينفعش. يبقى في الحاله دي لازم ده يبقى على مطوه وده على مطوه، يبقى عندي في الحاله دي مطوتين سده. طب وانا ليه هركب مطوتين سده؟ عشان انا عندي نسيج سده واحد على واحد وجنبه مثلا اطلس خمسه، ده تشريبه عالي وده تشريبه قليل، فبالتالي لو الاثنين كانوا على نفس المطوه واحد فيهم
خيوطه هترتخي والتاني خيوطه هتفضل مشدوده، فبالتالي هيطلع قماشه شكلها سيء. يبقى انا كده ما حافظتش على مظهر القماشه، لا ده انا طلعت قماشه بمظهر سيء، وده اللي انا مش عايزه. طيب تعالى على حاجه مهمه جدا، وانت بتتكلم عن التشريبات ده وحضرت المطوتين وعرفت ان كل نسيج له تشريب مختلف عن التاني، فبالتالي لازم لما اجي اعمل النسيج او مجموعه انسجه مختلفه على سطح القماشه لازم اخلي نسب التشريب بتاعتهم واحده. اخليها ازاي واحده؟ زي مثلا مبرد 2 على 2 واحط معاه ساده ممتد 2 على 2. الاثنين بيطالع الفتله طالعه فوق علامتين او فوق فتلتين او فوق لحمتين ونازله تحت لحمتين، سواء كان في المبرد او في الساده، فبالتالي الاثنين دول تشريبهم واحد، احطهم على مطوه واحده واقدر اشتغل بيهم. فهمنا كده انا بتكلم عن ايه؟ عن الاطوال والعروض والمسافات او الكميات في الاطوال بتاعتي اللي ممكن افقدها ما بين كل خطوه والتانيه. تعالوا نشوف ازاي هنتكلم عن الموضوع ده، واول حاجه هنتكلم فيها عن طول السده. طول السده عند عمل مقايسات يراعى وجود ثلاث اطوال، ده اللي احنا اتكلمنا فيهم. ايه هم الثلاث اطوال دول؟ طول السده على النول اللي انا بفرده على النول بتاعي وابدا ان انا اشتغل عليه، طول المنسوج الخام وده بعد نسجه على المكنه، وطول القماش المجهز ده بعد تجهيزه. يبقى انا كان عندي ثلاث اطوال، ويستخدم النساجون ثلاث انواع من الاطوال كما يلي. اول حاجه طول السده. طول السده هو اللي بيتلف على اسطوانه السده وبيتسحب فيه اثناء عمليه النسيج، وهو عاده يكون الطول الاكبر حتى يكفي لنسج القماش. يعني انا عندي مثلا 100 متر قماش زي ما انا عايز اطلعهم، محتاج ان انا اخليهم 103 او 100 واكتر، بالاضافه الى الطول اللازم لتقديم السده وتقشيطه، وده بيتراوح ما بين المتر الا ربع لمترين ونص. ده بالنسبه للطول الاول. الطول الاول ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو طول السدة اللي أنا بجهزه على الدوارة. فبالتالي هنا هو قال لك على حاجتين بيستعملهم في طول السدة. أول حاجة حساب التشريب أو نسبة التشريب اللي هو هيبدأ يضيفها على الطول، اللي هي مثلا ممكن تكون 1% 2% حسب نوع الخيوط اللي شغال معايا وحسب التركيب النسجي. فبالتالي فلنفرض مثلا إن هي 2%، يبقى الميت متر محتاج لها 2 متر كمان زيادة. طب وعندك على النول في تقديم وفي تقشيط. التقديم والتقشيط محتاج ان انا اعمل حسابي فيه. عشان اعمل حسابي فيه محتاج ان فكره كميه الخيوط اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي تقديم وتقشيط دي بتتقص وتتعمل خيوط وصل، ما بتشتغلش نسيج. بتشتغل نسيج في حاله تانية، ممكن اشغل على بطريقه تانية، لكن انا على النول هنا لازم يكون المسافه اللي هي ما بين النقطة بتاعتي اللي هي اللف على اسطوانة القماش دي مسافة برضو بتبقى اسمها تقديم، بيبقى فيها كمية خيوط ما حصلش عليها نسيج، ودي مثلا ممكن تكون حوالي متر متر وشوية ويمكن أقل حسب نوع المكنة. والمسافة بقى من نقطة ضم أو الدق بتاعت المشط، نقطة ضم اللحم أو نقطة دق المشط لغاية طرف الخيوط اللي مربوط في مطوة السدة، المسافه دي كلها مش هيتم عليها نسيج. ممكن استخدم الخيوط دي في الوصل، ممكن استخدمها في عمليات تانية غير العمليات دي، ممكن مثلا استخدمها في بعض الاقمشه اللي بستخدمها بالنظام اليدوي، ان انا اجيب كميه الخيوط دي واشتغل بيها نظام تاني خالص، ايا كان الاستخدام، بس مش هتستخدم على مكنه النسيج سواء كانت الاليه او الميكانيكيه، حتى لو كانت يدويه، الكميه دي هتكون كميه مفقوده. طب حتى لو انت عملت لها عمليه تبريز، حتى لو انا عملت لها عمليه تبريز في كمية خيط هتكون مفقودة، لأن حتى لو أنا عملت تبريز للخيوط هتبقى المناطق دي ضعيفة أو فيها كمية من العقد، فبالتالي برضو لازم تعدي، وبالتالي هقدر إن أنا أشتغل فيما بعد. طيب ده كده إحنا الطول الأولاني اللي إحنا إتكلمنا عليه. تعالوا نشوف الطول التاني، وهو هيكون الطول القماش الخام. طول القماش الخام هو الطول الناتج بعد عملية النسيج مباشرة، وعادة يكون أقل من طول السدة بسبب التشريب. أنا هنا عملت تشريب بقى. هنا لو أنا محضر 100 متر سدة، هنا طلع لي 102 متر سدة، هنا طلع لي 100 متر قماش. أنا كده بتحول من خطوة للتانية. يبقى هو طول ناتج من عملية النسيج. ده اللي هو القماش الخام. طيب التشريب ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة تقاطع خيوط السدة واللحامات أثناء عملية النسيج، وبيختلف طول القماش الخام من نوع لآخر تبعا لنوع الخامات المستعملة وسمكها وكثافتها وعدد تقاطعات التراكيب النسجية
المستعملة، وغالبا بيكون الخام بيقل بنسبة حوالي 5%. يعني معنى الكلام اللي بيقوله ده، المتوسط بتاعي لو 5%، يعني عشان اطلع 100 متر قماش خام محتاج 105 متر سدر. يبقى عشان اطلع 100 متر قماش خام صافي هضيف 5% عليه. ده بخلاف التقديم والتقشيط. تقديم والتقشيط احنا قلنا من مترين ونص، من متر الا ربع لمترين ونص حسب نظام المكنه. لكن مسافه التشريب دي ثابته. بس ثابته ايه؟ ثابته ان في تشريب، يعني دايما يكون في طول هيقل. بس هل هو في القماشه دي 5%؟ ممكن قماشه تانية تكون 4%، ممكن يكون بعد كده 3%، ممكن توصل 7%. ايه اللي بيحدد الكلام ده؟ اول حاجه الخامه بتاعتي، لو كانت قطن او صوف او كتان، كل واحده ليها نظام او ليها طريقه تشغيل على المكنه. التركيب النسج زي ما قلنا، كل تركيب نسج له تقاطعات بتختلف عن التركيب التاني. قليل جدا لما يلاقي فيه تقاطعات متساويه بين مجموعه من الانسجه. مثلا لو نسيج مبرد واحد على 5 مع اطلس 5، ده بيستعمل علامه واحده، ده بيستعمل علامه واحده، التشريبين واحد مع ان النسيجين مختلفين. فبالتالي اقدر اشتغل بالنظام الاقلام على النوع ده من التركيب النسجيه، والتشريب هيبقى واحد، مش هحتاج لمطوتين. امتى بحتاج لمطوتين؟ لو عندي الانسجه اللي شغاله مختلفه في نسب التشريب، او بالنظام اللي احنا خدناه مثلا السنه دي اللي هو السده الزايد واللحمه الزايده، ده لهم نظام برضو ولهم نسب تشريب مختلفه عن نسيج الارضيه اللي بيشتغلوا عليه، لان هو بيعمل نقشه وممكن تكون الارضيه ساده. فبالتالي النقشه اللي موجوده ليها تشريب والارضيه ليها تشريب، فلازم كل واحد فيهم يكون على مطوة مختلفة. لو عملت نسيج سادة مع مبرد، ونسيج السادة واحد على واحد، والمبرد بتاعي مبرد 2 على 3، مش هينفع فعليا على المكنة، هيبقى صعب. لان هنا نسبة التشريب ايه؟ بدأت تختلف، تقاطعات اقل. يعني هنا الخمس فتل والخمس لحامات، هتبص تلاقي التقاطعات بتاعتهم في المبرد تقاطع واحد، في السادة هتلاقي فيها 3 تقاطعات او اكتر. لان كل ده كده هينزل وهيطلع، وكل نازله وطالعه اسمها تقاطع. فبالتالي لو انا في الخمس فتل بتوع الساده، طبعا مش هينفع خمس فتل، احنا بنتكلم مجازا عشان نخلي مبرد قصاد ساده، او حتى لو اتكلمنا عن مبرد 2 مثلا 3 على 3 عشان يبقى 6 فتل قصاد 6 فتل في الساده، هنلاقي برضو التقاطع هنا تقاطع واحد، لكن هنا في 6 تقاطعات. فبالتالي نسبه التشريب هتبقى اكبر عند النسيج الساده، وده هيعمل تقاطعات اكتر. فبالتالي لازم هشوف حل، والحل هيكون اختلاف المطالب. في الحاله دي كميه السده اللي هتتحضر للنسيج الساده هتختلف عن كميه السده اللي هتتحضر للمبرد. يعني مثلا مطوه السده اللي هتشتغل ساده ممكن تتحضر مثلا تبقى 105 عشان انتج 100 متر. اما بتاعه المبرد هخليها 103. ليه؟ ده التقاطعات بتاعتي في التكرار الواحد تقاطع واحد. في كل 6 فتل و6 لحامات عندي تقاطع واحد على الفتلة الواحدة. هناك عندي 6 تقاطعات على الفتلة الواحدة. فبالتالي ده هيختلف عندي في كم الخيوط اللي بيتم فقدها أثناء عملية التعاشق ما بين الخيوط واللحامات. نطلع على الطول الثالث اللي عندي، وهيكون هو طبعا طول القماش المجهز. يعني ايه طول القماش المجهز؟ هو الطول النهائي للقماش بعد تجهيزه. تختلف عملية التجهيز حسب الأغراض اللي بستخدم فيها القماش. ومن أهم العمليات اللي أنا بقوم فيها بعملية في التجهيز بتاعتي هتكون التبييض أو التحرير أو الصباغة أو الطباعة والكي الصناعي. طبعا دي خطوات بتشتغل عليها قسم التجهيز، وده هنتكلم عنها دلوقتي. بعد كده التجهيز ضد نفاذ المية أو ضد الكرمشة أو ضد الانكماش أو ضد الحريق أو ضد التعفن، وعمليات التتقيل أو غير ذلك من العمليات اللي بتقوم في قسم التجهيز. طب إيه هي عمليات التجهيز اللي بتقوم على القماش؟ هو القماشة دي ما تنفعش أخدها من مكنة النسيج وأروح أفصلها على طول وأبدأ إن أنا أستخدمها؟ لأ. ليه؟ لأن نمرة واحد أنا بيبقى عندي خيوط السدة في الأساس بحط عليها مواد تقوية صناعية. ما ينفعش تشتغل على المكنة بالسرعة العالية اللي عليها المكنة دلوقتي إلا ما يكون على الأقل عندي مادة تقوية صناعية تزود قوة الخيط. فبالتالي محتاج ان انا اضيف ماده تقويه. طب بعد ما خلصت النسيج انت محتاج ماده تقويه على القماش؟ لا. طب ما تسيبها. ما هو انت لو سبتها ورحت تطبع، انت هتطبع على الماده الصناعيه،
او ماده التقويه، فاللون هيكون على ماده التقويه. بعد غسله غسلتين للقماش هتلاقي ان اللون راح. ليه؟ لان انت بدات تغسل ماده التقويه اللي موجوده على الخيوط، فبدات تدوب، فبدا اللون يروح معاها وهي بتدوب. ففي الحاله دي الفتله ما تلونتش، فلازم اشيل الماده دي. عشان اشيل الماده دي من على خيوط السده اللي هي المفروض موجوده عندي في وسط القماشه وما تظهر ليش المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مشاكل الالوان والطباعه فيما بعد، اروح اعمل لها عمليه ازاله. طب هزلها فين؟ هروح هزلها في قسم التجهيز. طب لو انا بستعمل قماشه بيضاء، القماش اساسا او القطن اساسا لونه مش ابيض، لونه ابيض مائل للاصفرار، فبالتالي هتلاقي القماشه بتاعتك اللي هي لون الدمور، اللي هي القماشه الدمور المسمى بتاعها التجاري في السوق، فالقماشه دي لونها بيج مش ابيض. ليه؟ لان طبعا عمليه الخلط اللي تمت على الخيوط السده او الخيوط الشعيرات نفسها عموما قبل ما تتحول لخيوط، خلت ان اللون حتى لو كان فيه شعرايه بيضة في وسط الشعيرات بتاعتي دي اتحولت بقت لونها بيج او سكري، مع اضافه كمان بقى المواد النشويه اللي كانت موجوده على خيوط السده، فتحول لونها كمان للون بيج بجد. فانا عشان ازيلها انا زلت الماده النشويه بس برضو رجعت للون الاصفر او اللي هو السمني او زي ما احنا بنسميه، هو اول درجات اللون السمني يعني فاتح جدا، بيسموه طبعا مسمى تاني اللي هو الاوف وايت، لكن هو مش ابيض صرف. عشان يبقى ابيض والابيض له درجات لازم يمر بعمليات مهمة جدا في التجهيز، وهي أول حاجة عملية التبييض. لازم القماشة ترجع للون الأبيض. عشان ترجع للون الأبيض ده بتمر بمراحل في عملية التبييض. بعد إزالة النشا طبعا لازم، أو المادة الصناعية أو مادة التقوية الصناعية لازم تتشال، لأن هي بالظبط بتبقى على الفتلة زي لو مثال ليها مثلا القلم الجاف. القلم الجاف داخله أنبوبة، فالأنبوبة ديت ضعيفة، لو أنت سحبت الأنبوبة من القلم فهي طرية وضعيفة مش تقدر تمسكها وتكتب بيها، انت محتاج حاجة اقوى منها تبقى حواليها، فانت بتجيب لها القلم نفسه. احنا بنعمل كده مع الفتلة، الفتلة نفسها ضعيفة فبالتالي بغلفها بالمادة الصناعية دي. بعد كده المفروض بعد ما اخلص نسيج اروح اشيل المادة الصناعية، بشيلها بعمليات تخمير وعمليات غلية، وخلصت انا اتخلصت من ايه؟ من المادة النشوية. بروح بعد كده للمرحلة اللي بعد كده اللي هي التبييض. عشان ابيضها واحولها للون الابيض بستخدم مراحل التبييض. لو بياض كامل غير البياض العادي، لو انا بياض وهطبع يبقى انا ممكن اشتغل ماده تبييض زي الكلور. طب لو انا هستعملها بيضه بس، هتعدي على مرحله الكلور وتروح تتبيض بماء الاكسجين، واحنا عارفين ماء الاكسجين عنده القدره على تغيير اللون بسرعه، المواد الملونه نفسها بتدوب فيه. فبالتالي لو انا عايز استعملها قماشه لونها ابيض ابيض، هتروح تمر القماشة بعد عملية التبييض الأولانية دي لمرحلة تبييض تانية، وهي مرحلة التبييض بماء الأكسجين، وهيتحول اللون الأبيض الشاهي. بعد العملية دي ممكن أخد الأقمشة بتاعتي، وفي جزء منها يدخل على عملية الطباعة، وفي جزء تاني هيبدأ يكمل عملية التجهيز بتاعته. الطباعة طبعا احنا عارفين هيتم فيها عمليات تلوين. طب لو أنا هسبغ، كان ينفع أسبغ والقماشة خام وهي بعد ما اتشال منها النشا، ولا لازم امر بعمليه تبييض؟ يفضل طبعا، وده مهم جدا، تكون مرت بعمليه تبييض بالكلور على الاقل، عشان تبقى القماشه كلها اللون بتاعها واخد لون واحد، او زي ما احنا بنسميه كده ميه اللون تكون ميه واحده. هيدخل على الالوان بقى، عشان اعمل عمليه الصباغه هقدر اغطسها او انزلها في حوض الصباغه واصبغها باللون المناسب، فهتبقى القماشه كلها بلون واحد بدون عملية بقع أو تبقيع على سطح القماشة. وطبعا قسم التجهيز بيراعي حاجات كتير جدا عشان تفضل القماشة أو تطلع القماشة بلون موحد على السطح بالكامل. دي ليها خطوات كتيرة جدا، وقسم التجهيز عنده شغل كبير جدا. يعني لو حتى حد حابب يتابع الجزء ده، طبعا عندنا حلقات تجهيز موجودة عندنا على القناة، نقدر إن احنا نتفرج على عملية التجهيز كلها. من ضمن عملية التجهيز برضو اللي بيتم على القماش عشان أطلع قماش مجهز، الجزء الخاص بعملية التتقيل. ازود وزن القماش، ده نظام. في مثلا نظام تاني في التجهيز زي نظام الرسومات البارزه على سطح القماش، ودي ليها راتنج معين بيمر فيه القماش مع الجزء الخاص بالضغط اللي هو بيبدا يضغط الرسمه عشان تكون بارزه في جزء وغائره في جزء تاني،
وتستعمل بالشكل المطلوب، غير عمليات الطباعه زي الطباعه اللي ممكن تكون برسومات بالوان مختلفه على سطح القماش. يبقى انا حتى عند قسم التجهيز ده قسم كبير جدا وفيه حاجات كتيره جدا طبعا بخلاف الحته دي. من ضمن الحاجات دي مثلا النسيج البطانيه، وده مهم جدا وبرضه بتتصنع في النهايه في قسم التجهيز. البطانيه طبعا من ضمن الاغطيه اللي احنا بنستخدمها فيها جزء مهم جدا، هنلاحظ ان هي عليها وبره عاليه. طب هي الوبره العاليه دي كانت موجوده، يعني في فتله عندي فيها الوبره دي تم نسجها على مكنه نسيج واستعملتها؟ لا، ده فتله البطانيه بتبقى على مكنه النسيج شكلها صعب جدا. يعني انت لو شفتها على الطبيعه قبل ما تتحول لعمليه التوبير دي، لا هتقول مش هي دي اللي انا هشتريها او انا هستخدمها فيما بعد، شكلها بيبقى مش حلو. بس عليها رسوماتها طبعا. بتتاخد الاقمشه دي بعد نسجها بتروح على حاجه اسمها ماكينه التوبير، او في التجهيز عمليه التوبير. عمليه التوبير دي القماشه دي بتمر على اسلاك رفيعه زي اسلاك الكارد اللي احنا نسمع عنها في قسم الغزل، وبتبدا تعمل لها عمليه تنتيش او شد، لان هي طبعا ابر رفيعه جدا، فبالتالي تبقى حتى ماشيه في اتجاه عكس سير القماش، فبالتالي بتبدا تعمل عمليه تنتيش. الخيوط نفسها اللي مصنوع منها القماشه دي بيبقى ليها مواصفات خاصه عشان تتحمل عمليه الشد اللي هتحصل على الشعيرات بتاعتها دي. بالتالي تبص تلاقي الوبره بتاعت القماشه بقت ايه؟ بقت عاليه، واقدر استخدمها بعد كده بالشكل اللي احنا بنشوفه عندنا في بيتنا. فيها انواع كتير، وفيها انواع كويسه وفيها انواع وحشه، ده طبعا ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم عن ان قسم التجهيز هو اللي بيقوم بعمليه التوبير دي، اما قسم النسيج بينسجها بس. بتبقى قماشه تشبه الكليم. نسيج الكليم طبعا بتبقى فتله صوفيه سميكه موجوده بتكون النقشه بتاعتي، بس طبعا نسيج الكليم ما ينفعش يتم عليه عمليه توبير، اما النسيج العادي اللي احنا بنستخدمه في العمليات دي اقدر اقوم بعمليه توبير باستخدام خامات خاصه. كده احنا اتكلمنا عن الثلاث انواع من الاطوال اللي عندي، اما يكون طول العادي اللي هو السيده بتاعي، او الطول الخام للقماش، او الطول المجهز للقماش، وكل مرحله فيهم ليها طول مختلف عن التاني بنسبه معينه. تعال نشوف جزء مهم جدا عندنا وهو نظام التجهيز. النظام التجهيز عندي بيقول لي اذا اجريت تجربه بالنسبه للطول المجهز عندي، اذا انا عملت تجربه لانتاج قماش خام لتقدير نسب التشريب لطول السده، وكانت البيانات كالاتي: طول السده 20 متر، طول القماش 18 متر و40 من 100، المطلوب حساب طول القماش الخام الناتج من 100 متر السدة. تعالى كده نتكلم عليها تاني بس بالراحة. هنا بيقول لي اجريت تجربة لانتاج قماش خام، انا لسه هيجرب، لتقدير نسب التشريب، هو عايز يقدر نسب التشريب بتاعته. هنا بيقول لي ايه؟ لما جيت اعمل سدة طوله 20 متر طلع لي قماشة خام طولها 18 متر و40 سنتي. ده قلت ال 20 بقت 18 و40. طب لما اجي بقى اعمل 100 متر قماش هستخدم قد ايه؟ انا عايز اعمل طول قماش خام ناتج من 100 متر سده، هيطلع لي كم متر؟ شوف واخدين بالنا كده احنا من الفرق. هو بيقول لنا ان السده اللي انت حطيته طوله هيختلف عن طول القماش لما يتم انتاجه. تعال نشوف هيحسب الكلام ده ازاي. هنا بيقول لي ايه؟ طول القماش الخام الناتج 100 متر سده، تمام كده، هيساوي 20 متر طول سدة أنتج 18 متر و40 سنتي. طب لو عملت 100 متر سدة هينتج كم قماش خام؟ كم متر؟ كده هعمل إيه؟ طرفين في وسطين. هنضرب 18 متر 40 سنتي في 100 على 20. هنا طبعًا عشان يختصر الموضوع ويشيل العلامات عشان تبقى الدنيا معاه سهلة في عملية الحل، فقال لي الطول الخام اللي هو السين بتاعتي بالمتر بيساوي 184 على 10، دي العلامة العشرية اللي أنا شلتها، في 100 على 20. الطول الناتج
من استخدام 100 متر سدة 92 متر قماش خام. يبقى انا كده الطول معايا اقل. هنا بقى عايز يحسب مقدار التشريب او نسبة التشريب. مقدار التشريب للسدة كنسبة مئوية هتساوي 100 ناقص 92 هتساوي 8 متر. كده انا بتكلم في كام؟ في 8%. هنا بقى بيقول لي ايه؟ وعلى ذلك فان كل 100 متر سدة تتشرب بمقدار 8 متر وتكون نسبة التشريب تعادل 8%. كده احنا الاول من شوية كده قلنا في المتوسط تبقى 5%. لما حسبنا النسبة اللي معايا طلعت كام؟ 8%. يبقى هي ممكن تطلع مني او ممكن تنزل مني حسب التركيب النسجي. طبعا هنا هو مش موضح التركيب النسجي، لكن ممكن في مسائل تانية تلاقيه هعمل لك حساب التركيب النسجي في بعض المواصفات اللي انا اقدر ان انا اخدها من المسألة بتاعتي، وتبدأ تطلع لي نتائج مختلفة عن النتائج اللي انت ممكن تكون متوقعة. بس لازم وانت بتحل المسألة بتاعتك او بتشتغل عليها لازم تركز في كل البيانات، كل بيان منهم هيعمل لك خطوة غير التانية. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحسب نسبة التشريب، وعرفنا الفرق ما بين الطولين اللي احنا شفناهم، وكمان قدرنا نقدر كمية خيط تقدر تنتج كمية من القماش. موضوع طرفين في وسطين ده هتلاقينا بنشتغل بيه كتير جدا، وهو طبعا ده الاسهل وانت بتفكر في المسألة. تعال نشوف مسألة تانية. بيقول لي ايه؟ اوجد طول القماش المجهز. هنا مجهز، خلي بالك الخام غير المجهز غير السدة. اوجد طول القماش المجهز بمعلومية الاتي: طول السدة 800 متر، ويقل طول القماش الخام عن طول السدة بنسبة 5%. خلي بالك من النسب. ويقل طول المجهز عن طول الخام بمقدار 4%. هو هنا عايز يحسب طول ايه؟ المجهز. طب والمجهز ده انهي مرحلة؟ ده المرحلة الاخيرة خالص. وهنا هو مديني طول السدة مش طول القماش الخام، ولا جايب سيرة طول القماش المجهز. يعني انا محتاج امشي خطوتين عشان اوصل للحل بتاعي. انا كده محتاج اضيف نسبة التشريب بتاعتي اللي هي طلعت لي القماش الخام، وكمان اضيف نسبة اللي فقدها القماش في اثناء عملية التجهيز للقماش الخام. لو جمعت النسبتين ممكن يبقى الحل بالنسبة لي مش مظبوط. طيب تعالوا نشوف لو انا حبيت احل دي عشان اوصل بالنسب بتاعتي دي للقماش المجهز على طول. تعالوا كده نشوف هيحلها ازاي. هنا بيقول لي ايه؟ نسبة طول القماش الخام بعد خصم 5% هتساوي 100 ناقص 5 هتساوي 95%. الموضوع هنا سهل. طيب طول القماش الخام بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ 800 بتاعتي دي طول السدة في 95 على 100. طب وجاب ال 95 منين؟ مع دي اللي احنا قلناها في فوق، انا نسبة الطول هتقل نسبة 5%، يبقى النسبة المئوية بتاعتي 95 اللي هشتغل عليها عشان الطول بتاعي تقل. يبقى كده ال 800 بتاعتي هتقل. في الحالة دي هتطلع 760 متر، فقد 40 متر في المرحلة دي. طيب نسبة طول القماش المجهز بعد خصم 4% هتساوي 100 ناقص 4 هتساوي 96%. كده يعني طبعا انا ماليش علاقة بالفرق اللي فوق، ماليش علاقة، يعني الاتنين دول غير مرتبطين ببعض، ده على نظام وده على نظام. هنا لما طلعت 96% هبدأ أقول بقى إيه؟ طول القماش المجهز هيساوي طول القماش الخام اللي هو 760 في 96 اللي هي نسبة الخصم بتاعت التجهيز على 100، هتساوي 729.6. يمكن المسألة فيها شبه من بعض المسائل اللي كنا بناخدها في سنة تانية في حساب نسبة التشريب، بس ما كنتش بحسب التلات أطوال مع بعض، لا كنت بحسب طول حاجة واحدة بس، أو حتى في مسألة الفحص كنت بحسب حاجة واحدة بسيطة، فبالتالي كان الموضوع بالنسبة لي إيه؟ كان في الحل بسيط. لكن هنا طبعا أنا ببني خطوات على بعض. خلي بالك أنت كل خطوة احنا هناخدها في الجزئية دي لما اجي اكبر او اتنقل لموضوع تاني هستعمل اللي خدته النهارده مع الموضوع التاني، ولما اطلع الموضوع التالت هستعمل موضوع رقم واحد واتنين عشان اقدر اجيب الموضوع التالت. يبقى هو الموضوع متسلسل بالظبط كده زي ما خدنا في ماده التخطيط في سنه تانيه،
كان عندنا الجزء الخاص بالحساب، الجزء الخاص بنسبة الفقد بتاعت الخيوط، هتبص تلاقي كان بيبدأ من حاجة بسيطة لغاية لما وصل المسألة الكبيرة اللي بيها لازم تحل جزء كبير من المنهج. تعالوا نشوف مسألة تانية ونشوف عملية الحل بتاعتها تكون ازاي. هنا طبعا بنتنقل على العروض، احنا كده خلصنا الاطوال لوحدها، وهنا بنتكلم عن العروض. العروض هتلاقيها شبه الاطوال بس التشريبات بتاعتها هتكون مختلفه شويه. بيقول لي ايه بالنسبه للعروض؟ هناك ثلاث، زي ما هناك في الجزء بتاع الاطوال كان في عندي ثلاث اطوال، هنا برضه هيكون عندي ثلاث عروض بستخدمه. اول حاجه عندي عرض خيوط السدة بالمشط. ده انت شغال لحمه، مش المفروض العرض ده تبع اللحمه؟ لا، انا هنا بتكلم عن السده، لان اللحمه هي اللي هيحصل فيها عمليه التشريب. عرض القماش الخام، عرض القماش المجهز. طب وانا ليه ارتبطت بالسده هنا؟ لان هو المشدود عندي على المشط هو اللي يحدد لي العرض. طيب هنا بيقول لي عرض السده بالمشط يعتبر ده طول اللحمه في المنسوج. يبقى احنا كده رجعنا للجزء اللي احنا كنا سالنا عنه في الاول، هو اللي استخدم العرض السده ما استخدمش عرض اللحمة. ليه؟ لأن في النهاية المسافة اللي قدام أو باب المشط هي كمية اللحمة اللي أنا هسيبها في وسط الإيه؟ النفس بتاعي. بعد كده بالنسبة للخام أو عرض السدة الخام أو عرض القماش الخام، بعد ما أنا تممت عملية التعشقات بتاعتي وطلعت القماشة من على المكنة، عرض القماش هيقل سنة. هي دي نسبة الفقد اللي بيفقدها ايه؟ القماش في مرحلة التحول للنسيج او تحول للقماش الخام. لما خدت القماشة وقمت بعملية التجهيز بتاعتي، برضو في التجهيز قل العرض، زي ما قل الطول هناك هنا هيقل العرض. يبقى الطول والعرض الاتنين بيقلوا، سواء كنا موجودين على القماش بعد ما شلنا القماش من على المكنة بتاعتي وبقى قماش خام هيقل طول وعرض، ولما عملته عملية تجهيز هيقل برضو القماش بتاعي طول وعرض بعد التجهيز. أما السدة، كميات السدة اللي حضرتها في الأطوال هيكون ملهاش علاقة بكميات اللحمة. ليه؟ تشريبات السدة أقل كتير جدا من تشريبات اللحمة. طب ليه؟ لأن أنا عندي اللحمة حرة الحركة، مفيش عليها شد قوي زي الموجود على مطوة السدة. مطوة السدة مشدودة من ورا، أو القماش الخيوط السدة نفسها مشدوده من ورا بمطوه السده ومشدوده من قدام بمطوه القماش، فبالتالي عليها ضغط. اما اللحمه فهي بتمر بوسيط، ممكن يكون وسيط مكوك، ممكن يكون هواء، ممكن يكون ميه، ممكن يكون ريبير سولزر اللي هي القذيفه نفسها، فانا ما عنديش حاجه تقول ان الخيط عليه شد. خيط اللحمه ما عليهوش كم شد كافي يسمح له انه يكون مشدود قدامي، ولو انا شديته اكتر عرض القماش هيقل زياده عن اللازم، فبالتالي خيط اللحمه حر الحركه ما عليهوش شد بالكم اللي احنا بنتكلم فيه. طب في الحاله دي انا هتكلم عن كميه لحمه زياده عن العادي اللي انا احطها عندي في وسط القماش بتاعي، لان نسبه تشريب اللحمه اعلى من نسبه تشريب السده. ليه؟ لما بفتح النفس برفع كده بتبقى عندي اخر لحمه تم ضمها، بتتشد معايا كمان، ده برضه من ضمن عوامل الشد اللي بتبقى على المكنه. لما بفتح النفس بتاعي اخر لحمه تم ضمها بتتسحب معايا وبتتشد، فبرضه بتتفتح معايا، فبيبقى سحب كميات من الايه؟ من اللحمه، وكل ده اجهادات على اللحمه بتاعتي. بخلاف طبعا التركيب النسجي نفسه كمان اللي بيكون منه الايه؟ القماش بتاعي. طب تعالوا بقى نكمل الجزء ده. طبعا احنا عرفنا ان التجهيز هيتم ازاي وكلام الخاص بيه. هنا التشريب بقى والانكماش. اذا كنا بنتكلم على التشريب والانكماش هنلاحظ ان كلمتي التشريب والانكماش تعبر عن مدلول واحد، ان اللي فيه نقص في الطول، بس التشريب حاجه والانكماش حاجه تانية. التشريب لو هنا هنتكلم عنه هنقول ان هو اذا كان انا فقدت طول في التشريب فانا فقدته عشان اقوم بعمل تركيب نسجي. اما الانكماش فده فقد في الطول نتيجه ايه؟ رفع القماش من الشد اللي كان موجود عليه. تعالوا نشوف هو هنا معرفهم ازاي. التشريب يطلق على النقص في الطول
الناتج من التفاف الخيوط على بعضها البعض اثناء عمليات الايه الغزل او الزاويه مثلا، او نقص الطول الناتج من تقاطع خيوط السده واللحمه لتكوين التركيب النسجي، حيث يقل الطول بمقدار التنايات او الالتواءات التي تحدث نتيجه ذلك. اما الانكماش يطلق على النقص في الطول الناتج من تعرض الاقمشه للابتلال وفي مراحل التجهيز، وذلك لان الشعيرات عندما تبتل تنتفخ ويزداد قطرها فيقل طولها تلقائيا وتنكمش. يبقى هنا هو فرق ما بين التشريب والانكماش. التشريب بيتم بفعل تعشق الخيوط مع بعضها، بالنسبه لي لو انا بتكلم عن النسيج حصل التفاف على الخيوط، لو انا كنت غزل حصل تعشق ما بين الخيوط السده واللحامات على مكنه النسيج، فبرضه ده قلل من الاطوال بتاعتي. اما الانكماش نفسه لما بروح باخد القماش دي وادخلها على عمليه تجهيز مع عمليه الغسيل وعمليه اضافه المواد الكيماويه، بتبدا القماشه بتاخد طول تاني، فبالتالي النقص ده هيكون انكماش. يبقى انا عندي تشريب وعندي انكماش. النسبه الاولى اللي انا بتكلم عنها اللي هي ما بين خيوط السده اللي كانت على المكنه وتحول القماش الخام، الجزء ده اسمه تشريب، نسبه تشريب. اما ما بين تحول القماش من خام لمجهز النسبه دي هتبقى نسبه انكماش، عشان لما تتسال في الجزئيه دي تبقى عارف الفرق ما بين الاثنين. القماش هنا بحول من قماشه خام لقماشه ايه مجهزه، وعملت نسبه فقد، نسبه الفقد دي هي انكماش. بالظبط كده، عشان برضو نفسرها اكتر، زمان لما كانت الناس بتشتري قماش من السوق وتبدا ان هي هتاخده مثلا هتعمل عمليه تفصيل ايا كان نوع التفصيل بتاعها، سواء كانت تستخدمه في اللبس او الفرش، لازم كان ياخد القماشه دي ويعملها عمليه ابتلال، بيغسلها. طب تيجي تسال، طب انا لسه شاري القماشه جديده، انت هتغسلها قبل ما توديها تتفصل؟ اقول لك اه. طب ايه السبب؟ هقول لك والله انا جايبها بمقاس معين، ولو غسلتها بعد عمليه التفصيل حجمها هيقل، فبالتالي لو انا مثلا فصلت القماشه بتاعتي دي قميص على مقاسي ومظبوط بالظبط، بعد عمليه الغسيل هتكش، فبالتالي الطول بتاعها هيقل، فهتعمل مشكله معايا. طيب في اقمشه بتكش مسافه كبيره جدا لو اتغسلت في ميه، بينتقل لمرحله تانية ويغسلها في عمليه غسيل بالبخار، عشان هي عارفه لو تعرضت للميه هتقل طولها وعرضها، لان الخامه اللي شغاله فيها او اللي تم نسجها نسج القماشه دي عرضه للانكماش الكبير، فبالتالي حتى بتستخدم عمليه التنظيف الخاصه بالبخار. فانظمه كتيره جدا في الجزئيه دي، وانا لو بحثت عن انواع الاقمشه اللي بيتم تجهيزها وطرق التجهيز هلقى ان في حاجات كتير جدا بتقوم او بتتم على القماش. اللي يهمنا في الموضوع ده عمليه الانكماش اللي بتتم ما بين القماش الخام وانتقاله لمرحله القماش المجهز. المرحله دي اسمها انكماش. طيب ما بين السده وما بين القماش الخام المسافه دي اسمها تشريب. يبقى الاول نسبه تشريب والتانية اسمها نسبه انكماش، عشان كده هتيجي كده في المسائل. فلو جات لك في المسائل بالمسميات دي ما تتلخبطش. الاول ما يقول لك نسبه الانكماش كذا في الميه، اعرف ان هو بيتكلم عن طول خام وهيتحول لطول مجهز. لو قال لي نسبه تشريب كانت كذا، اعرف ان هو بيتكلم عن سده وهيتحول لقماش خام. فبالتالي هتقرا المساله كويس اول ما تشوف المسميين دول. ممكن يقول لك نسب الفقد ويسكت، يبقى برضه تقرا المساله كويس عشان تعرف الاطوال والعروض اللي قدامك دي بتعبر عن ايه. هنا هنتكلم عن مساله تانية بقى من المسائل اللي معانا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا اتفق مصنع مع مستورد على توريد 1455 متر مجهز من صنف قماش قطن كارو يصلح لقميص رجالي، على ان يكون العرض المجهز، خد بالك هنا بتكلم عن ايه، مجهز 147 سنتي، وبعد عمل تجارب على تشغيل عينات لها لهذا الصنف يعني، اصبح الانتاج مطابق للمواصفات المطلوبة كالآتي. بيقول لي ايه؟
يقل طول القماش المجهز عن الطول بتاعي اللي هو الطول الاساسي اللي هو بتاع السدة، نسبة التقليل ده هتكون ايه؟ بيقل طول القماش الخام عن طول السدة 5%، يقل طول عرض القماش المجهز عن عرض الخام 2%، يقل عرض القماش الخام عن عرض السدة 5%. هنا هو حدد لي ايه؟ قال لي هنا عرض القماش المجهز مع عرض الخام، وهنا عرض القماش الخام مع عرض السدة، هما دول العرضين اللي انا عاوزهم. اما بيقل هنا عند طول القماش الخام عن طول السدة 5%. طب هنا هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن طول وبيتكلم عن ايه؟ عن عرض. تعالوا نشوف هيحسبها ازاي. هنا طبعا الطول والعرض موجودين في قلب المسألة. نفترض ان طول الخام 100 متر، يبقى 97 متر قماش مجهز كانت هتنتج 100 متر. طب 1455 متر قماش مجهز هتنتج سين ومتر خام. طب هنا بيقول لي بقى القماش الخام بيساوي 100 في 1455 على 97، اللي هي بالظبط لو احنا عملنا طرفين في وسطين هي 100 في 1455 على 97 بتنتج 1500 متر خام. 1500 متر خام. هنا بقى هيفترض ان طول السدة 100 متر، 95 متر قماش خام كانت بتنتج 100، بينتجها 100 متر سدة. ال 1500 دول متر قماش خام هينتجوا سين متر سدة، ده اللي هو طول السدة على الماكينة. هنا بيقول لي طول السدة بالمتر هيساوي، هنا طبعا طرفين في وسطين، ال 100 في ال 1500 اهم مكتوبين فوق على ال 95 موجودة تحت، هتطلع 1578 متر ايه سدة. انا هنا ايه العملية هنا بتزيد، هنا كان 1500 هنا 1578، وفي الاساس هو كان 1400. 1455 لما تحول لخام زاد بقى 1500، لما تحول لطول سدة زاد بقى 1578 وتسعة من عشر، تقريبا 1579، فالطول قاعد معايا بيزيد. هنا بقى بتنقل للعرض بقى. العرض بيقول لي نفترض ان العرض الخام 100 سنتي، يبقى 98 سنتي اللي هي نسبة 2% عرض السدة كانت بتنتج 100 سنتي خام. العرض عندي 147 سنتي مجهز، يبقى عرضها كام بسنتي بنظام الخام؟ هنشوف كده. بيقول لي طول السدة بيساوي 100 في 1500 على 95 بتساوي 1578.9. هنا طبعا بيتحول للطول الثاني وعمل طرفين في وسطين بتوعه، قال العرض الخام بيساوي 100 في 147 على 98 بقت 150. برضه هنا خد النسبة الثانية وعمل لها طرفين في وسطين، وقال لي عرض السدة اللي هو أبواب المشط يعني هتبقى 100 في 150 في 10 على 955، اللي هو العلامة شالها وحط مكانها العشرة، فبالتالي أنتجت لي عرض سدة ب 157 سنتي و7 من 100. يبقى كده وأنا بشتغل على الأطوال بتاعتي أو العروض بتاعتي عندي نسب فقدي، نسب الفقدي دي لازم أخد بالي منها ولازم أعرف أحسبها إزاي بالشكل المظبوط. يمكن أول ما دخلنا عملية الحسابات في مادة التخطيط لقينا الموضوع لغاية دلوقتي ماشي معانا بشكل بسيط. طبعا في الحلقات الجاية هنبدأ نتعرض للأطوال والعروض بشكل مختلف، ونحسب طبعا المتر الطولي في القماش، وطبعا هيبقى في حاجات تانية كتيرة جدا هتخدم العملية الخاصة بالحسابات بتاعتنا، وهتكون إن شاء الله تكون بسيطة. طبعا احنا مستنيين أسئلتكم اللي بتبعتوها لنا على قناتنا، على قناة اليوتيوب، على صفحتنا على الفيسبوك، وعلى جروب تليجرام. طبعا هتلاقوا على الفيديوهات بتاعتنا كل الروابط موجودة في الوصف بتاعها على قناة اليوتيوب، فإن شاء الله هنقدر نرد عليكم بالشكل المطلوب، وإحنا معاكم في الفترة الجاية لغاية لما نوصل لمرحلة الامتحان ونعدي بشكل كويس. طبعا نخلي بالنا من نفسنا في الفترة اللي جاية، وطبعا في نهاية حلقتنا بنتمنى لكم التوفيق، نشوفكم على خير في الحلقات الجاية، وإلى اللقاء.